مرحبا بكم جديد. المهم انا سميتي رجاء. انا سميتي المهم انا سميتي رجاء. فهذا الشيء اللي كيوقع باش الواحد ينسى سميته. الله يستر. المهم انا سميتي رجاء وهذه سميتها احلام المخلوق هذه. ف واش هادشي المهم احنا قررنا نديرو هاد القناه هذه بعد تفكير طويل من الام والوالدين باش قررنا نمشيو هاد القناه هذه. ف اول فيديو ديكو هو فيلوغ و صافي هادشي اللي كاين. قررنا اننا نديوكم هذه التعيديه. فهادشي اللي كاين تابعونا وبقاو معنا. المهم دابا راه في الطريق ما عرفتش كتسمعني ولا ما دوا اول فلوق لينا في القناة فيلوغ. المهم احنا غادي نوصلوا الشارع وغادي نصوروا عليكم. الصراحه كل شيء عامر. مهم الناس كتشوف فيك شي هبيله والظلام وكل شيء ما عرفناش فين احنا. المهم هنا كان الضو بزاف المهم هذه السيديه كما كتشوفوا الاجواء هنا فعلا مظلمه. احنا في واحد الدرب فوالا واش نقدر نصوروا لكم ولا لا شي ديك كاين وصافي. هانتوما معانا دابا غنمشيو ناكلو شي حاجه. الاخر طويل على نمشيو ناكلو شي حاجه شوفوا شحال طويله. شوف الشاشه طويله اكس شاشه عندكم هي طويله. انا صغير عليك وهي كبير عليا. المهم باش حنا كنتمشاو دابا نمشيو ناكلو شي حاجه. رحنا المهم غادي نبقاو شابعين دوك كاين شي ناموس. احنا دابا غنبقاو تابعين الضو كي الناموس. المهم واخيرا ها هو الضو. هاي كيرل. هاي سويتي. هاي صافي شي كمان كتشوفين ماما شي كلمه. المهم بعدا احنا وصلنا غادي نطلعوا الشارع. ويلي هذا كلشي تبدل. هادشي كلشي تبدل ما عرفناش كاع كيفاش فين داروا الكازون. السعوديه زيان اللي بغى يجي السعوديه يجي. مرحبا 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 وتحيه ناس الجزائر حدود خوا خوا. اختي هودي خصك توضع منها وتبودي لا يرحني. كاع عليهم. المهم البنات هدنا للبحر تصلى جا شويه راكم عارفين. شوفوا البحر شويه نقصوا قدامه. هاي الصاعقه الكبرى
أنا رأيت تليفون، هذا الشيء ما راه يبان. عطاني تليفون ضوي، رجع هي الضواي. شيء ضواي. I'm a flash woman. Flash woman. أحسن بحر يا السعيدية. بحر بحر ورجع دارت لنا الضو. تواصعيها بالضو. معرفة الإمكانيات البسيطة أولية. صافي البنات كيما قلت لكم قسنا نتسولاجو شويه ما بين شويه ما بين شويه وجوره زوين صراحه في القيشه هذين وشعرات كي حد يملاهي غير مع شعرها شعرها رطوبه وكذا قلت لا رطوبه شنو هنايا شعري عادي راه مصايب. المهم البنات قلت لكم اللي بغى يجي هنايا كنصحو انه يجي هنايا المنطقه الشرقيه زوينه معروفه السعوديه بعدا معروفه بلي انا فيها احسن بحر والسعيدية فريمون نقي وزوين داك المسخ ديال والو ما فيهش وحتى كبدولو زوين البحر ديال فوالا هادشي اللي كاين ماما تاع بلاتي صافي هادشي اللي كاين و فوالا البنات صورنا لكم هذا كاول فلوغ وجات باغي يعجبكم حيت ما كناش دائما الصراحه ما كناش معولين اننا نصورو لكم غير جات هكاك وصافي يعني كما قلت لكم حنا بعدا يعني قرارات طويلة وحد قررنا أننا قرارات بدا شنو شنو A few moments later ماذا سميتها بعد عنا تفكير عنا شوفوا غير العربية وتالفة مهم بعد تفكير طويل يعني قررنا أننا اليوم نديرو فلوغ وهذا الشيء اللي كاين راكم عارفين بأنه فاش كيجي يدير يوتيوب كيبقى يفكر ألف ألف مرة يعني واش كاين امكانيات بعدا واش الكاميرا مزيانه باش تصوروا وهذه المهم حنا الامكانيات دابا بسيطه كنصوروا بتليفون تليفون غير بتليفون ايفون المهم الكاليتي ماشي خايبه المهم من بعد حنا غادي نبداو ان شاء الله نديروا شي كاريكاتير المهم بدنا نشوفوا الا بانت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك شبوها لينا في الكومونتير غادي نقرا الكومونتيرات كاملين غادي نديرو بالهضره ديالكم شي حاجه بغيناها نزيدوها شي حاجه بغينا نقصوها شي حاجه بانت لكم ماشي هي هذيك في الفيديو وانا شحال كنهضر وشي حاجه ما ويلي شعرك ولا شي حاجه ما عجباتكمش كتبوها لينا في لي كومونتير راه غادي نقراو لي كومونتير كاملين والبنات نتمنى يكون المحتوى في حسن الظن المحتوى في حسن الظن ديالكم وما نخيبوش درنا نديرو تحدي خفيف ظريف كما نديرو تحدي باش ما نملوش مهم كنلوش اصلا هاد الجو مكيتملش غير واش هي بغينا زعما غادي نديرو هي تسولني خمسه ديال الكويشن وانا خصني نجاوب عليهم شي حاجه ديالها هي كويشن وانا نسولها خمسه ديال الاسئله وهي خصها تجاوب عليهم وخص في ثاني نشوفو شكون اللي كتعرف الاخر جسبر نكون فهمتكم داكشي مهم يلا شكون غادي يبدا يلا هنا غادي يلا مهم اللون شنو هو الطبق ديالي المفضل شنو كيعجبني ناكل ديال اللحم شو اللحم وين ردتني اكلت اللحم صغير اكلت اللحم ماشي كناكل اللحم ولكن ماشي حاجه من غير اللحم من غير العيد ما حش نهضروا على العيد شي حاجه من غير بعدا شتو هذه مهووسه باللحم المهم ما طوليش بزاف الطبق ديالي المفضل على شنو كيعجبني لي بات بلاصوص بشاميل وكاين واحد حاجه اخرى ولا غير طبق واحد صافي بركه انا قاعده زيد مراس الحمق يلا سؤال جوج One eternity later اش كنكون في الدار شنو كيعجبني ندير كتجبك تخدمي الموسيقى وتشطحي وتشطحي لا كيعجبني ندير كيعجب تاكلي شنو الحاجه اللي كتعجبني نديرها كاع دوشي هذه هي هذه لا ما عرفتش قالتهم كاملين وصافي لا لا استناي كيعجبك تخدمي موسيقى تفرجي شي فيلم تطفي الضوء وتفرجي شي فيلم خوف فيلم ديال الخوف فيلم ديال الخوف كيعجبني نتفرج الافلام ديال الخوف فاش كيكون بحدي في الدار يلا سؤال ثالث فكري
السؤال الثالث يا الله، ما هو لوني المفضل؟ نوار. زيدي صافي، واش شحال سولتك ديال الاسئله دابا؟ يمكن ثلاثه. بخلك جوج راه ساهل. البنات حنا ما حضرناش الاسئله باش دغيا نسولو بعضياتنا، دونك اكسكيوز مي. استناو وان اور ليتر. شحال عندي ديال صحاباتي مفضلات؟ جوج. سميه او لا سميه وامال، تحيه لكم بوكات. والله بوكات المهم. سميه وامال هادو بيست فريند. يلا انا ساليت الاسئله. يلا ماي تور. مدينه باغي نمشي لها اسطنبول. هذه مؤخرا تبليت بالافلام التركيه سورتو الطائر المبكر، هذه كاع ما عجبهاش انا فريمون. شوف بايك شوف بابا، وانا فريمون عجبني بزاف داك المسلسل. المهم هذا ماشي موضوعنا. شنو اخر؟ هذا سؤال الاول. سؤال جاوج مون بلا بريفيري. اندومي. تقول لكم تاعي كيعجبها النودلز. اندومي زعما بلي باندومي لدرجة ان بابا كيسميها اندومي. اندومي راه اندومي جات. المهم هذا السؤال تشو تعايروا. المهم البنات سؤال ثلاثة. المهم البنات سؤال ثلاثة. شنو شكون هما شكون هما صحاباتي يعني الاقرب ليا؟ المهم عندها قجله وبين الاصدقاء والصديقات ديالها، ماشي الصديقات وصافي. عندها مريم ونهيله وخديجه. ذا بيست ديديكاس ليكم. تحيه نضالي. سؤال ربعة هو ربعة عاوتاني. سؤال ربعة عندكم كنت تفكرت الاخر وتلفتي علبوك. سؤال ربعة وان ارز لايتر. شي حاجة ما كنحملهاش في بنادم، شي حاجة كتكرهني في بنادم. نفاق. انا حاولت حاجة ما كنحملهاش في بنادم هي النفاق والكذوب وداك الشيء كامل، ما عنديش معاه. المهم بنادم دو وجهين مختلفين. الله يعاضك. فوالا البنات كان هذا هو التحكم. المهم غادي دابا نمشيو نديرو بريك، غادي نمشيو بريك. غادي شنو جا شحال كيوت شو زوين شحال كيوت شو زوين. شوفي شوفي. المهم البنات كان هذا هو التشالنج، غادي نديرو بريك. غمير الله دابا فقط. سمحوا لينا بحمد درنا لكم شكمله ديال الفيديو حيت فريمون جينا عيانين ونسيت كاع التليفون، جيت ديريكتومون نعست. فدنا جيسبر يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تكتبوا لينا لي كومونتير ديالكم زوينين شنو باغيين نديرو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وفوالا هادشي اللي كاين، نتمنى نكونو خفف على قلوبكم. و فوالا كون بيزو.